عندما طالب الحسن الثاني الأمريكيين بحماية الرئيس الجزائري الهواري بومدين. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. في بداية السبعينيات طلب الملك الحسن الثاني من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون توفير الحماية للرئيس الجزائري الهواري بومدين، مشيرا إلى أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر قد يفكر في اغتياله لتعبيد طريق زعامة العالم العربي أمامه. رغم المساعدة الدبلوماسية والعسكرية التي قدمها المغرب لجبهة التحرير الجزائرية خلال حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، إلا أنه بعد استقلال الجزائر سنة 61 اتسمت العلاقة بين البلدين بالتوتر الشديد بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود، ووصل هذا التوتر إلى حد الصدام المسلح. في شهر أكتوبر من سنة 63 كان البلدان على موعد مع أول مواجهة عسكرية مباشرة بينهما أطلق عليها حرب الرمال، وانتهت بوساطة من منظمة الوحدة الإفريقية، حيث توصل البلدان لاتفاق لوقف إطلاق النار في 20 فبراير سنة 64 في مدينة باماكو عاصمة مالي. وفي 19 يونيو سنة 65 قاد الهواري بومدين الذي كان يتولى منصب وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء انقلابا عسكريا على رفيق دربه أحمد بن بلة، وأزاحه من منصب رئيس البلاد ليتولى زمام الأمور بنفسه. وكان صناع القرار في المغرب وفي مقدمتهم الملك الراحل الحسن الثاني ينظرون بنوع من التفاؤل للتغيرات الحاصلة في الجزائر، وبدأوا يفكرون في عودة العلاقات بين البلدين الجارين إلى سابق عهدها والتخلص من مخلفات الماضي التي تركت جروحا غائرة صعبة الاندمال، وخصوصا حرب الرمال. بدأت العلاقات بين البلدين تتحسن بشكل تدريجي، وفي سنة 69 زار بومدين المغرب واجتمع بالحسن الثاني في مدينة إفران، وتم التوقيع على معاهدة إفران التي تخلت بموجبها المملكة عن مطالبها في الصحراء الشرقية. ولم يكن المغرب يرغب في أن يتوقف مسار تطبيع العلاقات مع الجزائر، حيث تشير وثيقة مؤرخة في 7 يناير سنة 70 رفعت عنها السرية من قبل وزارة خارجية الولايات المتحدة قبل سنوات إلى أن الحسن الثاني حذر من إمكانية اغتيال بومدين. وتشير الوثيقة إلى أن الملك الراحل طلب من سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في المغرب هنري تاسكا أن يخبر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أنه يطلب منه الحماية الأمنية للرئيس الجزائري الهواري بومدين لوجود تهديدات بالانقلاب عليه من طرف الرئيس المصري جمال عبد الناصر بمساعدة حليفه العقيد معمر القذافي الذي أطاح بالنظام الملكي في ليبيا بمساعدة مصرية. وتحدث الحسن الثاني عن أنه يشعر بقلق عميق من مستوى الأخطار المحدقة بالدول المغاربية والناجمة عن النظام العسكري الجديد المتطرف في ليبيا والذي يتلقى دعما من جمال عبد الناصر، من أن تكون الخطوة التالية لعبد الناصر بعد الإطاحة بالنظام الملكي في ليبيا هي استهداف الرئيس الجزائري بومدين واستبداله بشخص أكثر قبولا بقيادته للعالم العربي. وأوضح الحسن الثاني أن إزاحة بومدين ستساعد إلى حد كبير في زيادة نفوذ جمال عبد الناصر والاتحاد السوفيتي في تونس والمغرب، وطالب باتخاذ المتعين من أجل وضع حد لخطة جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه في حال عدم إيلاء الأمر أهمية كبرى فإن هناك خطرا حقيقيا في كامل ساحل جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يمكن أن يقع تحت السيطرة الشيوعية. وفي سبتمبر من سنة 70 حضر هواري بومدين إلى جانب الرئيس الموريتاني المختار ولد داداه وملك المغرب الحسن الثاني مؤتمر نواديبو بموريتانيا، حيث أعلن بومدين أن لا أطمع له في الصحراء. وتحدث الحسن الثاني بدوره عن التقارب المغربي الجزائري في بداية السبعينات، وقال في مؤتمر صحفي عقده في شهر شتنبر من سنة 74 والمنشور في العدد الثاني من سلسلة دفاتر الصحراء التي أصدرتها وزارة الاتصال في نوفمبر من سنة 2015، في رده عن سؤال حول ما إذا كان مرتاحا من موقف الجزائر بخصوص موقفها من الصحراء: أجل إنني مرتاح ما دامت الجزائر لا تطالب بما هو ملك للمغرب، لقد أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا ذلك
ذلك كما صرح لي به الرئيس هواري بومدين إنه رجل برهن حتى الآن أنه يحترم التزامه دائما، وقد قال لي إن الجزائر ليست لها أي مطمع في الصحراء، بل أكثر من ذلك طلب مني أن أخبره مسبقا قبل 48 ساعة في حالة وقوع حادث عسكري لا قدر الله حتى يتمكن من الوقوف إلى جانبنا، وقد قال كل هذا بالحرف ولا يسعني إذن إلا أن أكون مرتاحا. وفي سنة 74 كان الموقف الجزائري قريبا أكثر من الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني، حيث قال الملك الراحل في ذات المؤتمر الصحفي: اعتمدوا على رئيس الدورة المقبلة للأمم المتحدة وهو من بلدان المغرب، أي السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الجزائرية، الذي يريد قبل غيره أن يجنب بلاده الاختيار بين ضرورة تأييد موريتانيا وبين ضرورة مساندة المغرب، وأنه وضع تواجده كذلك كثير من الدول العربية والإفريقية والدول الأوروبية للسوق المشتركة والدول الدول الكبرى. بعد مرور أقل من 3 أشهر على المسيرة الخضراء، وقعت إسبانيا مع المغرب وموريتانيا اتفاقية مدريد التي نصت على تقاسم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وجلاء القوات الإسبانية من المنطقة في فبراير سنة 76. وعلى خلاف مواقفها السابقة لم ترق هذه الاتفاقية الجزائر، وما إن اقترب موعد خروج الجيش الإسباني من الصحراء حتى قام الجيش الوطني الشعبي الجزائري يوم 27 من يناير بالتسلل إلى قرية أمقال الواقعة جنوب مدينة السمارة وقرب الحدود الموريتانية. وبحسب الرواية المغربية فقد قام اللواء الأول للمشاة بالجيش الجزائري بالهجوم على بلدة أمقالا، في حين قام لواء آخر بالهجوم على منطقة فاريتي، وتمركز لواء آخر للمدرعات بمنطقة المحبس المحادية للحدود الموريتانية. وبعد ورود هذه المعلومات توجه الجيش المغربي لصد هذا الهجوم، إثر ذلك تراجع الجيش الجزائري فرا من ساحة المعركة تاركا وراءه الكثير من السيارات والمعدات. وتطرق كتاب تاريخ الحركة الوطنية للمؤرخ المغربي كريم غلاب في جزئه الثاني لمعركة أمقال الأولى وقال: إن الانتصار في أمقالا شكل نهاية حرب الصحراء، إذ المعارك التي كانت بعدها لم تكن سوى حرب عصابات، ولو انتصرت الجزائر في معركة أمقالا لكانت المنطقة رأس جسر لمحاولة السيطرة على الصحراء. وبعد مرور أسبوعين على المعركة راسل الملك الحسن الثاني هواري بومدين وخاطبه قائلا: إنه حدث ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب، ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات الملكية المسلحة وجدت نفسها يوم 27 من يناير سنة 76 في مواجهة الجيش الوطني الشعبي في أمقالا التي هي جزء لا يتجزأ من الصحراء. وجاء في الرسالة أيضا: سال الدم بين شعبينا لأنكم لم توفوا بوعدكم، وها أنتم ترون أيضا بالأمس القريب أن الحامية المغربية التي بقيت في عين المكان بأمقالا أخذت غدرا من لدن وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري متوفرة على أسلحة ثقيلة ومعدات يكشف نوعها ومستواها عن النية المبيتة للقيام بعملية تدمير تسببت في عشرات الضحايا بين أبنائي والمكافحين من أجل بلدي. وتطور الصراع المغربي الجزائري بعد حرب أمقالا ليأخذ أبعادا أخرى، فقد أعلنت جبهة البوليساريو من مخيمات تندوف في 27 من فبراير سنة 76 قيام الجمهورية العربية الصحراوية. ورد الحسن الثاني على الخطوة التي أقدمت عليها البوليساريو وحليفتها الجزائر من خلال رسالة وجهها للجيش المغربي، جاء فيها: ومن دون أن نخفي عنكم خطورة الوضع، ومن دون أن نتجاوز الحدود في تهويل الأمر أمامكم بخصوص تطور الوضع، فقد عزمنا العقد على الدفاع بكل وسيلة ممكنة عن وحدة المملكة وضمان الأمن والهناء لشعبنا. وفي 27 من دجنبر سنة 78 أعلن وزير الخارجية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة وفاة الرئيس الهواري بومدين، وتولى بعده قيادة البلاد الرئيس شادلي بن جديد. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.